أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حرب الإبادة الجماعية والتدمير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على أيدي آلة القتل الإسرائيلية دون اعتبار لقواعد القانون الدولي. وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال كلمته في الذكرى 19 لاستشهاد ياسر عرفات أن الذكرى تأتي بالتزامن مع تعرض الشعب الفلسطيني لعدوان شامل في غزة والقدس والضفة، مشيرا إلى استشهاد وجرح أكثر من 40,000 فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأكد عباس أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين.